الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن يحمد، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من وحد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا يا ربي ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. من أعظم ما يتفضل الله تبارك وتعالى به على العباد إذا احتسبوا هذه المجالس فهي نعمة لكل جالس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر تبحث عنها، فإذا وجدت مجلس كما في الصحيح يذكر فيه اسم الله قالت: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. فمجالس الذكر تقضى فيها الحاجات بإذن رب الأرض والسماوات. الدرس الذي بين أيدينا: هل ينجو أحد يوم القيامة بعمله؟ يعني فلان عنده من الأعمال الصالحة الكثيرة جدا ثم مات وهو على أعماله الصالحة، هل تكفي هذه الأعمال الصالحة لدخوله الجنة؟ اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. الصحابة مباشرة ماذا قالوا؟ ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن لابد من قضاء الله برحمته لخلقه حتى يدخلون الجنة، فلا تكفي مجرد الأعمال، لا تكفي. طيب، بعضكم يقول في آية في القرآن تقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنا قال أن الجنة يرزق فيها صاحب العمل، فكيف نوفق بين الحديث والآية؟ الجواب أن الباء في الآية: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني الباء هنا سببية، يعني أن من الأسباب التي يدخل العباد بها إلى الجنة هي الأعمال فقط، هي أسباب لكنها ليست كل شيء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجو أحد منكم بعمله. الباء هنا ثمنية، يعني أن الثمن هو رحمة الله تبارك وتعالى وليس العمل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فالسلعة الغالية وهي الثمنية هي رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ما معنى هالكلام؟ يعني حينما يعتمد الإنسان على الأسباب وفرحان أن هذه الأسباب هي اللي بتدخل الجنة، هي شرك في التوحيد، لأنه نزع رحمة الله واعتمد على أعماله فقط، وهذا محال. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومحو الأسباب أن تكون سببا في نقص العقل، لأن بعض الناس يمحو الأسباب كلها، يقول يتهاون في صلاته ويتهاون في عباداته ثم يمحوها ما عاد يبي يسوي شيء، فهذا نقص في عقله، لأن الأسباب مهمة جدا وهي من أسباب دخول الجنة عملك الصالح. ثم قال رحمه الله: وتركها بالكلية قدح في الشرع. يعني إنسان يقول بترك الصلاة وبترك الصيام وبترك الزكاة، يتركها تماما، هذا يقدح في الشرع، لأن الله قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا ترك الأسباب وهو العمل وهو المؤدي لدخول الجنة، هذا يقدح في أصل الكتاب والسنة الذي جعل العمل هو من أسباب دخول الجنة. أعطيكم مثال واضح حتى تتجلى لكم الفكرة في بيان رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الاعتماد على الأسباب وحدها لا تنفع. فلان وفلانة من الناس متزوجين وخالين من الموانع، أمورهم طيبة، ما عندهم مشكلة، وحصل بينهم جماع أكثر من مرة، يرجون من الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة، فلم ترزق المرأة بحمل، راجعوا المستشفى قالوا أموركم طيبة لكن ما كتب الله لكم الحمل. فهنا الاعتماد على الأسباب الآن ما فيهم شيء، ليست سبب بذاتها أن يأتي الحمل، ولكن الاعتماد على الله إذا شاء الله برحمته رزقهم. فمجرد أن يحصل الجماع بين المرأة والرجل ليس هو المحصلة في قضية الحمل، وإنما الالتجاء إلى الله بقرع أبواب السماء بالدعاء هو المسبب الأسباب سبحانه وبحمده.
خلاصة القول أيها الأحبة الكرام، هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل، كما في مسلم، وبين قول الله تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا قال ما أحد ينجو بعمله، وهنا يقول تدخل الجنة بعملك. هل هناك تعارض؟ لا تعارض بين الآية والحديث، لأن الاعتماد على العمل وحده لا يكفي لدخولك الجنة. ولهذا الباء في الحديث لن ينجو أحد منكم بعمله باء ثمنية، أن الثمن لا بد من رحمة الله، فإذا اجتمعت رحمة الله وعملك الصالح بإذن الله دخلت الجنة. وقول الله تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما، الباء هنا سببية، بما كنتم تعملون، يعني من أسباب، من الأسباب لدخولك الجنة هو العمل الصالح، بلغني الله وإياكم الجنة.